Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations. ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطاب عالي اللهجة مهاجماً الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحدة ومن وصفها بقوة تشدد، ما أثار موجة تفاعل واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الخلفية وراءه كانت باللون الأحمر مع تواجد حارسان، فشبهه البعض بالزعيم النازي أدولف هتلر. فما الذي قاله؟ Democracy begins and will be preserved in we the people's habits of the heart. في التفاصيل، تكهن المغردون أن للخلفية الحمراء وتواجد الحراس خلف الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الأخير دلالات متعددة، وذلك نظراً لحدة الخطاب الذي هاجم فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلاً إن ترامب وأقرب حلفائه السياسيين يهددون بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء، وأضاف أنهم يمثلون تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا. And now America must choose to move forward or to move backwards. من الجمهوريين تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا. وتابع أن الحزب الجمهوري في عام 2022 كان جزئياً تحت سيطرة وقيادة وترهيب ترامب وأنصاره. I want to say this clear as I can. There's no place in this country, no place for an endangered sickening to see the new attacks in the FBI threatening life of law enforcement agents. وذكر بايدن أن مؤيدي ترامب لا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب، إنهم يرفضون قبول نتائج انتخابات حرة، وهم يعملون الآن لتمكين منكري الانتخابات من تقويض الديمقراطية نفسها. وأضاف: أطلب من أمتنا أن تتحد وراء هدف واحد، وهو الدفاع عن ديمقراطيتنا بغض النظر عن الأيديولوجيا. We, all of us here, we kept the faith. We preserved democracy. We heeded our words. فما بين إدارة جو بايدن التي شهدت علاقتها توتراً وتصعيداً مع المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وبين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي شهدت علاقته مع السعودية تقرباً ومصالحاً مشتركة، من ستختار المملكة للوقوف إلى جانبه ودعمه في الانتخابات الأمريكية المنتظرة؟